محمد النجار نائب عمدة مدينة سلا، مكلف بالشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية. جماعة سلا اليوم تتحتفل بانطلاق موسم الثقافي ديال هذه السنة 2023، وهذه الاحتفالية اليوم تنظمت داخل المركب الثقافي لسعيد حجي، هذا المركب اللي افتتحناه اليوم بعد ما كان شنو صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا افتتحنا اليوم الأنشطة ديالو من خلال مجموعة من المواد الثقافية المهمة، واللي هو هذا المركب هو مفتوح أباب وجه الساكنة منطقة سعيد حجي، حي الأمل، حي شمعو ومدينة سلا عامة، اللي من أجل استفادة أبناء ديال هذه المنطقة، أطفال وشباب وشيوخ وفنانين ومبدعين، كله ممكن أنه يجي اليوم المركب الثقافي، لأن الفضاءات ديالو متعددة، فضاءات متنوعة ما بين المسرح، ما بين التشكيل، ما بين الرقص، ما بين الفضاءات ديال الدراسة، فضاءات ديال التكوين. اليوم هذا الفضاء هذا تيسمح لساكنة المنطقة اللي كان هناك نقص في هذا المجال ديال المنشآت الثقافية، اليوم تيسمح لها أنها يكون عندها ملجأ ثقافي مهم اللي يمكن يكون فيه الإبداع ويكون فيه التحسين والجودة. الفنانين السلاويين والمولوعين السلاويين سواء جميع أشكال الموسيقى اليوم عندهم فضاءات ديال الموسيقى جميلة ورائعة في مواصفات الجودة عالية اللي ممكن أنهم يطوروا إمكانياتهم وأنهم يستقلوها. كذلك اليوم كانت فرصة ديال توقيع ديال اتفاقية شراكة وتعاون اللي احنا وقعناها مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللي من خلالها اليوم كانت فرصة ديال توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللي من خلالها غادي ننفذوا مشروع البرنامج الثقافي ديالنا اللي تسمى المدرسة المنفتحة، اللي من خلاله غادي نستطعوا مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني اللي احنا وقعنا معهم اتفاقية شراكة وتعاون، اللي هما 12 جمعية اللي غادي يدخلوا داخل المؤسسات التعليمية، يلقنوا تلاميذ هذه المؤسسات التعليمية، أزيد من 1000 تلميذ حد يستفيد من هذا البرنامج الثقافي في 50 مؤسسة تعليمية. هذا البرنامج اللي غادي يمتد من 1 فبراير إلى 30 يونيو في المرحلة الأولى، وغادي يكون تجويدها في المرحلة الثانية من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر. برنامج قوي مهم تيقارب مجالات متعددة، أهمها غادي يقارب المجال الموسيقي من خلال فن الطرب الأندلسي، من خلال فن الطرب الحضرة، من خلال فن الطرب الملحون، وكذلك غادي يحاول أنه يزرع وينبت هذا الروح الإبداعية ديال هذا التراث الثقافي في نفسية التلاميذ وفي قارحتهم. كذلك سوف ننفتح على الشعر، على القراءة، سوف ننفتح على السينما في إطار دورات تكوينية من أجل الإنتاج السينمائي اللي غادي يكون إن شاء الله الفائز فيها غادي يكون ضيف ديال الدورة 17 ديال مهرجان السينما ديال المرأة بسالة إن شاء الله في شهر شتنبر المقبل. كذلك غادي نفتحوا على المسرح وما أدرك من المسرح، لأنه اليوم من خلال المسرح ممكن نشوفوا جيل جديد، جيل قوي، جيل بشخصية أفضل. هذه كل مجالات حنا سنجتهد فيها، هذه المجالات كلها دخلت في التصور العام ديال مشروع البرنامج السنوي والبرنامج العام للمدينة اللي غادي ينتهي سنة 2027. أمنا أننا نكون نديروا قيمة مضافة للعمل الثقافي في سلا، أمنا أننا نخليوا سلا مدينة الثقافة ونرجعوا لها الصوت ديالها ونرجعوا لها مكانتها التاريخية، كأنها كانت الرافدة أساسية لإنعاش التراث الثقافي والتراث الإنساني والتراث الحضاري. اليوم هذه مسؤوليتنا داخل جامعة سلا من أجل تطوير العمل الثقافي وإلحاقه مكانة مهمة. كذلك هناك نافذة أخرى اشتغلنا عليها وهي تطوير المنهجية الديمقراطية والداخل مع الجمعيات تشتغل على تربية المواطنة. هذه مسألة هي سنحاول ندمجوها، واللي هو مشروع جيد، مشروع تشاركي غادي يحاول نكون التربية على المواطنة والتربية على حقوق الإنسان. شكرا لكم. الدكتور المزرق رئيس مجلس عمالة سلا، للشرف والسعادة الكاملة أنه نحضر اليوم الافتتاح ديال هذا المركب الثقافي اللي مي كنت في مسؤول في العموديه كنت وراء البناء ديالو، وانتهى البناء ديالو في 2014، يعني 9 سنوات هو مغلق، وهذا يحز في نفسي لانه بعد 9 سنوات، ولكن في نفس الوقت يفرحني انه اليوم غيفتتح هذا الفضاء الجميل
أمام الشباب ك لؤلؤة ثقافية، لأنه مدينة سلا تفتقر لبعض المركبات كما هذا، وخاصة هذه المنطقة سعيد حجي اللي غتضم حي شماعه وحي الأمال إلى آخره، ما كاين حتى شي فضاء ثقافي، وبالتالي هذا الفضاء اللي غيفتتح اللي غيستافدوا منه أولا الشباب، ثانيا جميع الفنانة، لا يعني جميع الفنون اللي ممكن بها نسقلوا المواهب الشابة، لأنه هو معمول لهذا الشيء باش نقبوا على بعض المواهب ونعطيو المواهب تسقل مواهبها باش إن شاء الله تمشي بعيد في الثقافة والفن. سعيد حيان، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كنتواجدوا بهذا المركب الجميل الحقيقة، جمالية يعني عمرانية، تعكس يعني البعد والتنوع الثقافي والحضاري لمدينة عريقة كمدينة سلا. سعيد جدا أن تكون المدرسة جزء من هذا الحفل وجزء من الاهتمامات ديال مجلس مدينة سلا، واللي توجات بتوقيع اتفاقية شراكة تروم تطوير الحياة المدرسية بالمؤسسة التعليمية بخمس مقاطعات، حوالي استفادة 1000 تلميذ، 50 مؤسسة بخمس مقاطعات. شكرا للسيد الرئيس، وشكرا لمجلس العمالة، وشكرا لكل من ساهم في إنتاج هذا المشروع اللي ممكن له إلا يرجع بالنفع على التلميذات والتلاميذ ديال مدينة سلا. شكرا لكم على التغطية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.